أقيم في كنيسة مار شربل ببيت لحم قداس احتفالي بمناسبة عيد القديس شربل. حضر القداس عدد من الراهبات وجمع كبير من رعايا الكنائس في المحافظة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مرلين الحدوة. بمناسبة عيد القديس شربل أقيم قداس احتفالي في كنيسة مار شربل في بيت لحم القريبة من كنيسة المهد، مهد سيد المسيح له المجد، حيث ترأس الأب أنطوان دويهي الوكيل البطريركي الماروني في القدس القداس الاحتفالي بحضور عدد من الراهبات والجوقة وأهالي المدينة من جميع الكنائس في المنطقة. وفي الوعظة أشار الأب أنطوان بحياة القديس شربل الذي يضع حضوره الفعال في كل مكان في العالم وفي الأراضي المقدسة والمعجزات التي لا حدود لها والتي ما زالت حتى يومنا هذا تسجل معجزات عديدة للقديس شربل في العالم، فهذا ما منحه إياه الله بأن يعمل لحياة الإنسان. فشخصية القديس شربل مثل معجزاته ليس لها حدود دينية. اليوم كان قديس مميز بحضور مميز من كل الكنائس المسيحية شاركوا بهالذبيحة الإلهية، والمميز أنه حتى الجوقة هي من تضم كل الكنائس. نحن اليوم بهالمكان المقدس، نحن هون في عنا حتى تخيرة مار شربل موجودة معنا، زيحناها بآخر القداس، في عنا صورة مار شربل، في عنا هالمكان يلي قادرين من خلاله نكتشف محبة ربنا يلي عم تتجلى من خلال محبتنا لمار شربل. دعائنا لربنا يكون حقيقة عم يعطينا أيام حلوة، وأكيد بشفاعة مار شربل نطلب من ربنا أنه يساعدنا تنتغلب على هالوباء يلي بعده منتشر بالعالم كله. نحن كمان صلاتنا على نية السلام بهالأرض المقدسة، أرض فلسطين، بلبنان وكل الشرق. دعائنا لربنا يعطينا حقيقة أنه هالسلام يكون بلش ينبع من قلبنا ويتوزع للعالم كله، وخاصة من هالمكان يلي تجلى فيه ربنا وظهر طفل صغير وهللت الملائكة وقالت المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة أو الرجاء الصالح لبني البشر. نشكر نورسات، نشكر هالإزاعة المسيحية يلي هي حقيقة عم تنقل الصورة الحلوة عن هالمنطقة يلي هي حقيقة أرض الرسالة وأرض السلام. والقديس يحظى بشعبية كبيرة جدا في لبنان والعالم، وأيضا قديس بارز في الكنيسة المارونية، ويمثل حالة فريدة في حياته وبعد مماته، حيث عاش ناسكا فترة طويلة من الزمن من أجل الاتحاد بالله من خلال الصلاة والسجود أمام القربان المقدس. فالجميع هنا من جميع الكنائس يتحدوا مع يسوع المسيح داخل هذه الكنيسة من أجل طلب شفاعة القديس شربل، وأيضا من خلال كلمة الأب أنطوان والذي صلى وقدم هذا القداس من أجل إنهاء الوباء وأن يعم السلام في لبنان وفي العالم أجمع. فالقديس شربل هو شفيع الكثير وطبيب الفردوس وحامي البلاد، حيث تتواجد ذخائر له في أكثر الكنائس للتبارك وطلب الشفاعة والتضرع من خلاله. وفي نهاية القداس قدم الأب أنطوان التهاني للعالم بهذا العيد المميز ولكل من يحمل اسم الشفيع، وتمت مباركة الجميع من خلال الذخيرة وعطاء البركة الختامية. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة مار شربل بيت لحم.